لو حضراتكم تفتكروا الاسبوع اللي فات كان في افتتاح عدد كبير من المشروعات في محافظه سوهاج. سياده الرئيس قال انه لابد من وجود مترجم للغه الاشاره لان من حقهم يشوفوا الحاجات اللي بيتم افتتاحها او بنتكلم عنها. عشان كده امبارح في فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان في مترجمه للغه الاشاره وترجمت الفعاليات عبر البث المباشر لهذا المؤتمر، وهي اسراء مجدي مترجمه لغه الاشاره اللي معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا اسراء. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا كويسين الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. يا رب دايما بخير. اسراء، عايزين نعرف قصتك مع لغه الاشاره بدات امتى؟ هو الحقيقه انا لغه الاشاره بدايتي معاها ايام الجامعه، كنت بدرس تاهيل ذوي احتياجات خاصه، فكنا بندرس كل فئات الاعاقه منهم الاعاقه السمعيه، فكنت شايفه ان انا هدرس ازاي الاعاقه السمعيه من غير ما ادرس اللغه اللي هتعامل بيها معاهم. فلما درستها في الجامعة حبيتها أكتر، فتعاملت مع صم أكتر، فحبيت الممارسة بيها أكتر، فبقيت مجال شغلي يعني. طب ليه أصلا من البداية كنت حابة تتعلمي لغة الإشارة؟ هو لغة الإشارة أنا لما تعاملت مع صم حسيت إنه أنا لازم لما أتكلم معاه أتكلم زي ما بتكلم مع حضرتك دلوقتي، زي ما حضرتك فهماني دلوقتي، فهو برضه من حقه إن أنا أكون فاهماه ويكون فاهمني. فحسيت ان هو لا، انا دخلت الكليه لسبب والقسم ده خاص بسبب، فعلشان كده حبيت اكون احسن فيها يعني. عظيم. اسراء، هل ينفع حد يتعلم هذه اللغه من الممارسه ولا لازم يدرس؟ هي لغه الاشاره زيها زي اي لغه، لها قواعد كلمات موجوده اكون عارفاها. انا لو تعلمتها كويس وحفظت فيها كل حاجه لكن ما مارستهاش مع الوقت زي الانجليش مثلا اكيد هنساها. لازم اكون دايما طول الوقت لازم استخدمها طبعا مع اهلها. طيب اسراء، يعني انت لما كنت بسالك انت ليه اخترتي انت تعلمي لغه الاشاره، قلتي حسيتي ان انت ليكي دور وان انت عايزه تتعاملي مع هذه الفئه ومن حقهم ان هم يفهموا يعني نتفاهم مع بعض زي ما احنا بنتكلم مع بعض. عايزه اعرف منك، هل شايفه انه يمكن عدد الاشخاص اللي دلوقتي بقوا بيتعاملوا بلغه الاشاره زادوا، الوعي زاد اصلا بالاهتمام باللغه دي او بالمبدا ده، ولا شايفه انه لسه مفيش فرق قوي؟ لا لا طبعا، الوضع مختلف تماما. انا عايزه اقول لك الاطفال دلوقتي بيتعلموا لغه الاشاره، يعني اولياء الامور نفسهم عندهم الوعي الكافي ان اولادهم بعد كده لما يقابلوا صم يبقوا عارفين ان الولاد دول في ناس مختلفه عنكم، في ولاد ممكن تقابلوهم في المدارس في الحضانات في الشوارع يكون ما بيسمعوش ما بيتكلموش، مش هنتجنبهم لا، هنحاول نتواصل معاهم. في اولياء امور دلوقتي بيدوروا ان اولادهم اطفالهم ياخدوا كورسات في لغه الاشاره عشان يتعلموها اكتر. فلا طبعا هو في وعي كافي والموضوع اختلف تماما عن الاول، بس طبعا يعني هو لسه في امل ان يمكن يبقى كل حد مصري يعرف لغه الاشاره بيتكلم لغه الاشاره. صحيح، حتى لو مش دارس على الاقل الحاجات البسيطه اللي يقدر يتواصل فيها مع الاشخاص من ذوي الهمم على الاقل تكون البدايات عنده فقط. اه طبعا، يعني هو انا عايزه اقول لك ان لغه الاشاره يعني في حاجات كتيره جدا منها وصفيه، زي ما بقول لحد استنى شويه انا كويس او تمام، دي مزبوط. كلها حاجات وصفيه، فما فيش مانع ان انا يكون عندي الاشارات دي. يمكن دلوقتي في الوظائف الحكوميه وفي المصالح الحكوميه بقوا بيلزموا الموظفين اصلا يبقى عندهم قدر كافي. إسراء، هل لغة الإشارة بتختلف من مكان لآخر ولا هي معروفة لجميع ذوي الهمم من الصم والبكم؟ شوفي، هو إحنا لو هنتكلم هنا في مصر فهنعتبرها زي لهجة. يعني أنا لو ساكنة في الشرقية أو ساكنة في القاهرة بس رحت الصعيد مثلا، أكيد في كلماتها اسمها هتكون غريبة شوية عليا، بس في النهاية أنا هكون فاهماها، يعني انا اكون فاهمه هو عايز يقول لي ايه. لكن لو خرجنا من مصر سافرنا رحنا دوله اوروبيه فلا، هتكون مختلفه، هتكون لغه اشاره اجنبيه. طب هل ده يعني ان كل كلمه ليها مرادفها من لغه الاشاره ولا احنا بنترجم بالمعنى؟ انا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، هو زي ما في حاجات وصفيه في كلمات احنا زي ما نقول بنشرحها بالاشاره. زي بنطلع معناها الدنيا الضمني، لكن مش كل كلمه اقصد ليها حركه او ليها اشاره. لا لا، مش كل كلمه لها اشاره، بس انا بشرح معنى، يعني لو في كلمه ما لهاش اشاره معروفه او متداوله يعني ان هي الكلمه دي معناها كده، بنجيب اقرب كلمه توصل برضو في النهايه المعنى الاصم بحيث انه يبقى مش ناقصه اي حاجه.
لا ناقصه رساله بتوصل له ولا ناقصه مشاعر حتى موجوده في الرساله بتوصل له، كل حاجه بتوصل له على اكمل وجه زيه زي السامعين بالظبط. عظيم، فكره حلوه برضو اللي انت اتكلمتي فيها دلوقتي يا اسراء، انه لازم احنا كمان كلنا يكون عندنا على الاقل بدايات هذه اللغه للتواصل، ما يكون قدامي حد من ذوي الهمم محتاج حاجه، فانا من المفروض ان انا اكون قادر افهم على الاقل الامور البسيطه، ازيك عامل ايه محتاج تروح فين، الحاجات البسيطه دي. انا عايزه اقول لحضرتك ان في سم بيبقوا بيحصل لهم مشاكل في الشوارع، بيروحوا المستشفيات، بيروحوا اقسام، بيروحوا اماكن كتيره مختلفه، ممكن يفضلوا ساعتين وثلاثه مش لاقيين مترجم يروح لهم ومش عارفين يعبروا عن اللي خطر. صحيح، اعتقد مهم كمان فعلا يا استاذ زي ما قلتي يكون موجود في كل مصلحه حكوميه، في مكان حتى في مستشفيات لازم يكون في شخص على الاقل قادر ان هو يتحدث هذه اللغه. طبعا طبعا اكيد. انا بشكرك يا اسراء، شكرا جزيلا. شكرا. اسراء مجدي مترجمه لغه الاشاره، نورتينا في صباح الخير يا مصر.